إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نعم الله تعالى في الكون لا تعد ولا تحصى. قال جل شأنه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذا كان الإنسان لا يعرف نعمة الله عليه فكيف له أن يقوم بشكرها؟ ولقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن الإنسان قد أحيط بنعم لو أثنى عمره كله في عدها لما استطاع إلى ذلك سبيلا. فنعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، فضلا عن أن يقوموا بشكرها. عباد الله، لن أحصي عليكم النعم ولن أعدها عليكم، ولكني سأذكر نفسي وإياكم بنعم ثلاث ألفها الناس وتعودوها، فلذلك لم يعرفوا قيمتها ولم يؤدوا شكرها. لكن من فقد هذه النعم عرف قيمتها ومعناها. عباد الله، ما يحدث في بلادنا هنا وهناك من مواجهات وتفجيرات وقتال وزعزعة للأمن وترويع للآمنين أمر لا نقبله ولا يقره عاقل بأي حال من الأحوال. من المستفيد من هذه الأحداث؟ ومن المتضرر؟ إن المستفيد الوحيد من ذلك هم أعداء الله وأعداء الدين، الذين يسعون لزعزعة أمن هذا البلد خاصة وسائر بلاد المسلمين. والمتضرر من ذلك هم أهل هذا البلد الكريم الذين بدأوا يفقدون نعمة الأمن والأمان. فهذه أول النعم التي أردت أن أذكر نفسي وإياكم بفضلها وعظيم شأنها. الأمن نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى، يمتن بها على من يشاء من عباده، حيث يشعر فيها الإنسان بلذة الدنيا والنعم التي فيها. فالخائف لا يذوق طعم النعمة لا في مال ولا في صحة ولا في غير ذلك. ولهذا كان الأمن نعمة عظيمة، وكان الخوف بلاء عظيما. والأمن هو طمأنينة في النفس يقابله الخوف. قال الراغب الأصفهاني: أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. عباد الله، الإنسان لا يشعر بحقيقة الأمن إلا عندما يخاف ويشتد خوفه، فكلما كان خوفه أكثر كان شعوره بالأمن حينما يأمن
أعمق وأقوى، والذي يعرف الشيء ثم يفقده يعرف قيمته. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما شعر بقيمة الأمن دعا ربه أن يجعل البلد التي ترك فيها ابنه وزوجه آمنا مطمئنا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، فطلب نعمة الأمن أولا، فاستجاب الله دعوة إبراهيم، ولهذا امتن الله على قريش بهذه النعمة التي كفروها بعدم إيمانهم واستجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فلما كفروا نعمة الله أبدلهم بالأمن خوفا. واستمع معي بارك الله فيك إلى حال موسى عليه الصلاة والسلام عندما كان يشعر بالخوف حينما قتل الرجل خطأ فخرج خائفا ثم أنعم الله عليه بالأمن. قال تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين وما أقل الناصحين اليوم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونه امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فحالة موسى عليه السلام عندما أصبح في المدينة خائفا يترقب وعندما خرج من المدينة خائفا يترقب تمثل حالة الإنسان الخائف الفزع الذي يريد الهروب من بطش الظالمين، وعندما يتوجه إلى ربه أن ينجيه من القوم الظالمين. يقول صاحب الظلال ولفظ يترقب يصور هيئة القلق المتوجس ويتوقع الشر في كل لحظة، والتعبير يصور هيئة القلق بهذا اللفظ، كما أنه يضخمها بكلمتي في المدينة. فالمدينة عادة موطن للأمن والطمأنينة، فإذا انقلبت المدينة إلى مكان خوف وذعر فأي نعمة أمن نتكلم عنها؟ عباد الله، تلك هي صورة من صور الخوف والفزع الذي ينتاب الإنسان المؤمن الهارب من الظالمين، وهذه الصور كثيرة جدا. تأمل في خروج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة هاربا من الظالمين، فأوى إلى الجبال وهم يطاردونه من كل الجهات. عباد الله، الجبال تحبنا ونحبها، كما قال صلى الله عليه وسلم أحد جبل نحبه ويحبنا. أما أوى فتية الكهف إلى الكهف في الجبال لما خافوا على دينهم، فهيأ الله لهم من أمرهم رشدا وهيأ الله لهم من أمرهم مرفقا. عباد الله، نعمة الأمن نعمة عظيمة لا تقدر بثمن، بل كل النعم تفقد طعمها ومعناها إذا فقد الأمن والأمان. تأمل معي رعاك الله في قول الله تعالى عن موسى فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف
نجوت من القوم الظالمين. فكان أول ما أعطاه إياه أن هدأ من روعه، وهذا أهم شيء يعطاه الخائف. فلا حاجة للطعام ولا للشراب عندما يكون الخوف والفزع، إن أهم ما يحتاجه الإنسان في ذلك الموقف هو الأمن والأمان. قال صاحب الظلال: لقد كان موسى في حاجة إلى الأمن كما كان في حاجة إلى الطعام والشراب، ولكن حاجة النفس إلى الأمن كانت أشد من حاجة جسمه إلى الطعام والشراب. فتأمل في قول الشيخ الوقور له: لا تخف، فجعل أول لفظ يعقب فيه على قصة موسى وخبره بالأمن والأمان، ليلقي في قلبه الطمأنينة ويشعره بالأمان. عباد الله، ذكر الله لنا في القرآن أخبارا وقصصا عن قرى وأقوام كانت آمنة مطمئنة، ثم تبدل أمنها خوفا بسبب تكبرها وتجبرها على أمر الله، وبسبب ذنوبهم ومعاصيهم وكفرهم بأنعم الله. فضرب الله لأهل مكة الأمثال وذكر امتنانه عليهم بالأمن والأمان. فالحرم آمن ومن دخله كان آمنا، إلا أن الله أبدلهم بسبب كفرهم بدلا من ذلك الأمن بالخوف. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذا المثل يراد به أهل مكة وكل من امتن الله عليهم بالأمن والأمان. قال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال ابن كثير: هذا مثل أريد به أهل مكة، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها، ومن دخلها كان آمنا لا يخاف. فما الذي حدث؟ بدلوا نعمة الله كفرا. وكذلك ذكر الله تعالى عن أصحاب الحجر أنهم كانوا يعيشون في أمن وأمان. قال تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. نعم عباد الله، الأمن نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى. فانظروا كيف يكون حال الإنسان لو أنه عاش في خوف وفي هلع، إنه لا يحس بطعم الحياة ولا بلذتها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه. تأمل بارك الله فيك، بدأ بنعمة الأمن قبل كل النعم. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجة كذلك. قيل لأحد الحكماء: ما النعيم؟ قال: الأمن، فإني رأيت الخائف لا يهنأ بعين. قيل: زدنا. قال: العافية، فإني رأيت المريض لا يهنأ بعيش. قيل: زدنا. قال: الشباب، فإني رأيت الهرم لا يهنأ بعيش. والسؤال الذي يطرح نفسه عباد الله: ما سبب ذهاب الأمن والأمان؟ ما سبب ذهاب الأمن والأمان؟ الجواب: إنه الظلم والطغيان والتكبر على أوامر الله، إنها المعاصي والمنكرات ومحاربة رب الأرض والسماوات. قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم عباد الله، المجتمع المؤمن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتواصى بالحق ويتواصى بالصبر ينعم بالأمن والأمان. لا بد أن نعترف أن ما يحدث
هو بسبب ذنوبنا وعصياننا، فإذا اعترفنا لا بد من توبة وإنابة، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. قال الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فراجعوا حساباتكم عباد الله، راجعوا الحسابات عباد الله، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل عباد الله. ومن النعم العظيمة التي لم يعرف الناس قدرها وقيمتها نعمة الصحة والعافية. نعم، الصحة والعافية نعمة عظيمة على الإنسان، ولكن الناس لطول إلسهم للصحة والعافية لا يعرفون قيمة هذه النعمة. وقد قيل في المثل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى. والإنسان المريض يكون ضعيفا ولا يستطيع القيام بأمور الحياة على الوجه المطلوب، أما الإنسان القوي فإنه يقوم بمهمته على خير قيام. ولهذا امتدح الله ورسوله القوة، فقد جاء على لسان ابنة شعيب عن موسى عليه السلام قولها: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكما قال الله عن طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. رواه مسلم. فالصحة عباد الله نعمة عظيمة يجب على الإنسان أن يحس بها ويقوم بشكرها. فالإنسان لو أصيب بأدنى مرض فإنه لا يجد طعم الحياة، بل قد يتمنى الموت بعضا من أولئك الذين أصابهم المرض لشدة الآلام التي يجدونها. لكن كما أن المرض عباد الله ابتلاء عظيم يمتحن الله به الناس، فإن فيه من النعم العظيمة ما الله به عليم. إذا علم المرء أن هذا من البلاء وصبر واحتسب، أي صبر على المرض، نال الأجر العظيم. ففي المرض حق للذنوب وتكفير للسيئات، وإن الله تعالى إذا أحب عبده المؤمن فإنه يبتليه بشتى الابتلاءات، لأنه حينما يصبر يكون له أجر عظيم. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. عباد الله، بالمرض ابتلى الله تعالى أيوب عليه الصلاة والسلام، والذي قال الله عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال الله عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ثم بصبره وأوبته إلى الله امتن الله عليه بالصحة والعافية. قال الله عنه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى لمن؟ للعابدين. ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان من النعم مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: إن أول ما يسأل عنه العبد من النعم يوم القيامة أن يقال له: ألم نصح جسمك ونرويك من الماء البارد؟ أخرج ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال: رؤوس النعم ثلاثة: أولها نعمة الإسلام التي لا تتم النعم إلا بها، تحمد الله على هذه النعمة العظيمة.
والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها. وزدت أنا الرابعة، وقد ذكرتها قبلا، نعمة الأمن والأمان، فلا تطيب كل هذه النعم إلا بها. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا يا ربنا في ديننا، واحفظ علينا أمننا وأماننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمرنا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وتفسحوا لإخوانكم يفتح الله لكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أحبتي، من النعم العظيمة التي لا يعرف الناس قيمتها، بل قد يستغرب البعض إذا ذكرتها، ألا وهي نعمة الابتلاء. أجل عباد الله، أجل أحبتي، الابتلاء نعمة عظيمة يمن الله بها على عباده المؤمنين خاصة. نعم، فالمؤمن ينظر إلى الابتلاء على أنه نعمة عظيمة، وهذه النعمة يمن الله بها على عباده المؤمنين خاصة، فإنه كلما كان الإنسان إلى الله أقرب أنزل الله عليه من البلاء ليكفر به ذنوبه ويرفع درجاته حتى يكون عند الله من المقربين. فالابتلاء عباد الله نعمة عظيمة، وذلك إذا تلقاها العبد المؤمن بالصبر والاحتساب عند الله تعالى، وينظر إليها على أنها من محب لمحبوبه. فالله يحب عبده المؤمن، يحبه حبا عظيما، ومع هذا فإنه قد ينزل عليه من البلاء ما لا تطيقه عادة البشر. والابتلاء معناه الاختبار. قال الراغب الأصفهاني: بلوته أي اختبرته، كأني أخلقته من كثرة اختباري له. قال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أي نعلم حقيقة ما عملتم. أي أن الله ينزل على العباد هذه الابتلاءات من خوف وجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ليختبر العباد بذلك. فمن صبر واحتسب كان له الأجر العظيم، ومن لم يصبر كان له العذاب المقيم. قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عباد الله، في الابتلاء فائدة عظيمة تعود على المؤمن في أمور دينه ودنياه. أما في دينه فتقوي عقيدته وتقوي صلته بالله تبارك وتعالى، وذلك أن الرضا بالبلاء يجعل المؤمن متصلا بالله تبارك وتعالى، يجعله دائما الاتصال بمولاه، فهو متصل بربه في السراء والضراء وفي جميع الأحوال. أما في دنياه فإنه يعتاد أن يتلقى المصائب بصبر واحتمال، وبالتالي فإن الأمر يكون بالنسبة له سيان، سواء كان في السراء أو في الضراء، فإنه
يتلقى المصائب بالرضا، فتتحول حياته إلى عطاء دائم وبذل دائم، فلا يعرف الجزع ولا القنوط ولا اليأس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال صاحب الظلال في بيان الابتلاء: ولا بد من فرضية النفوس بالبلاء، ولا بد من امتحان التصميم، ولا بد من امتحان التصميم على المعركة مع الباطل بالمخاوف والشدائد، ولا بد من الابتلاء ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى. فالشدائد تربي، والشدائد تخرج الرجال، تخرج مسنون القوى ومدخور الطاقات، وتخرج من النفوس والقلوب أشياء ما كان ليعلمها المرء لولا الشدة والامتحان، لم يعرف ذلك إلا تحت مطارق الشدائد. انتهى كلامه رحمه الله. نعم عباد الله، الابتلاءات والمحن نعم عظيمة على المؤمن، تتربى فيها النفوس على الصبر فيقوى بذلك الإيمان. فالفقر ابتلاء من الله، إلا أن الفقير إذا صبر واحتسب كان له الفقر نعمة عظيمة من الله. فمن فوائد الفقر أن الفقير أقل حسابا يوم القيامة من الغني، ولهذا فإن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ومر علينا عباد الله في الخطبة الأولى أن المرض ابتلاء من الله وامتحان، لكن المريض إذا صبر واحتسب كان المرض له نعمة عظيمة، إذا علم أن المرض تكفير للذنوب وحط للخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. رواه مسلم. إذا عباد الله، كل مصيبة تصيب المؤمن تكون نعمة عليه إذا صبر واحتسب، وتكون نعمة عليه لو أنه نظر في أمور أخرى، منها ألا تكون في دينه وألا تكون أعظم مما كانت. أخرج ابن أبي الدنيا عن شريح قال: ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عز وجل فيها 3 نعم: ألا تكون في دينه، وألا تكون أعظم مما كانت، وأنها لابد كائنة مهما كان. وعن عبد الله بن المبارك عن سفيان قال: كان يقال: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة ويعد الرخاء مصيبة. ذكر الإمام الغزالي رحمه الله كلاما طويلا في بيان نعمة الله في الابتلاء، حيث يقول: في كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا 5 أمور ينبغي أن يفرح الغافل بها ويشكر عليها. أولها أن كل مصيبة ومرض فيتصور أن يكون أكبر منها فليشكر، إذ لم تكن أعظم مما هي عليه. الثاني أنه كان يمكن أن تكون مصيبته في دينه. قال رجل لسهل رضي الله تعالى عنه: دخل اللص في بيتي وسرق متاعي، فقال سهل: اشكر الله تعالى، كيف لو دخل الشيطان إلى قلبك وسرق التوحيد وأفسده؟ كيف لو دخل الشيطان إلى قلبك فسرق التوحيد وأفسده؟ ماذا كنت تصنع؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه 4 نعم: إذ لم تكن في ديني، وإذ لم تكن أعظم مما كانت، وإذ لم تحرم الرضا بتلك المصيبة، وأني أرجو الثواب عليها من الله. قد يقول قائل عباد الله:
كيف أفرح وأنا أرى جماعة ممن زادت معصيتهم على معصيتي ولم يصابوا بمثل ما أصبت به؟ حتى الكفار أقول اعلم بارك الله فيك أن الكافر والعاصي قد خبئ له ما هو أكثر، وإنما أمهلهم الله حتى يستكثروا من الإثم، كما قال تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال الغزالي ومن نعم البلاء الثالثة أنه من عقوبة، إنه ما من عقوبة إلا كان نتصور أن تؤخر إلى الآخرة، ومصائب الدنيا نتسلى عنها بأسباب أخرى تهون المصيبة فيخف وقعها، أما مصيبة الآخرة فتدوم، وإن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفها بالتسلي. ومن عجلت عقوبته في الدنيا فلا يعاقب مرة ثانية، فالله أكرم من أن يعاقب العبد مرتين. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وابن ماجه إن العبد إذا أذنب ذنبا فأصابته شدة أو بلاء في الدنيا فالله أكرم من أن يعذبه ثانية. الرابعة من نعم البلاء أن هذه المصيبة والبلية كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب، وكان لا بد من وصولها إليه ووقوعها عليه، وقد وصلت ووقع الفراغ واستراح من بعضها أو جميعها، وهذه نعمة من نعم الله. الأمر الخامس من نعم الابتلاءات أن ثوابها أكبر منها، فإن مصائب الدنيا طريق إلى ثواب الآخرة، كما يكون الدواء الكريم نعمة في حق المريض، فمن عرف هذه الأمور تصور منه أن يشكر على البلايا، ومن لم يعرف هذه النعم في البلاء لم يتصور منه الشكر، إنما الشكر يتبع معرفة النعم بالضرورة. ومن لم يؤمن بأن ثواب المصيبة أكبر من المصيبة لم يتصور منه الشكر على المصيبة أصلا. عباد الله، في الابتلاء نعم عظيمة إذا رافقها صبر واحتساب، لكن لا يعلم من هذا أن الابتلاء أفضل من العافية، لا يعلم من هذا أن الابتلاء أفضل من العافية، فالعافية أفضل من البلاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في دعائه من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة. روى أحمد عن معاذ بن جبل قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول اللهم إني أسألك الصبر، فقال صلى الله عليه وسلم قد سألت البلاء فاسأل الله العافية، قد سألت البلاء فاسأل الله العافية. وأخرج ابن أبي الدنيا عن مطرف بن عبد الله قال لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وقال صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم النبي أكثر الدعاء بالعافية، وخير ما سألتم الله عباد الله العفو والعافية. نعم أحبتي، البلاء أجره عظيم، إلا أن العافية أحب إلى نفس المؤمن، فلعل الإنسان لا يستطيع الصبر على البلاء. اعلم رعاك الله أن مفاتيح السعادة ثلاثة، اعلم بارك الله فيك أن مفاتيح السعادة ثلاثة، إذا أنعم الله على العبد شكر، وإذا ابتلاه صبر، وإذا أذنب استغفر. واعلم بارك الله فيك أن الله قد يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب والآلام، ووالله الذي لا إله إلا هو إن امتحان النعم أشد من امتحان المصائب والآلام، ذلك أن النعم تلهي وتطغي وتنفي إلا من رحم الله. قال الله وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن أهدى سبيلا. تأمل نعمة الأمن والأمان، وتأمل ما يحدث لإخواننا في فلسطين والسيسان وفي العراق وفي كل مكان، تأمل نعمة العافية، وهناك مرضى وجرحى لا يجدون
من يواسيهم أو يدفع عنهم ذلك الألم. تأمل بارك الله فيك أنهم قد أحبهم الله فابتلاهم. اعلم بارك الله فيك أن الله قد أحبهم فابتلاهم. والله ناظر في أحوالنا وفي أوضاعنا وماذا نصنع لإخواننا هناك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، استر عوراتنا، أمن روعاتنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير إذا فعلوه وتذكرهم به إذا نسوه. اللهم احفظ علينا أمننا وأماننا. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. اللهم انصرهم في فلسطين والشيشان وفي العراق وأفغانستان. اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنهم قلة فكثرهم، حفاة فاحملهم. اللهم سدد رأيهم وربيهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم إنهم خائفون فأمنهم. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم يا رب العالمين. اللهم اقلب أرض الفلوجة على الكفار نارا واجعل سماءها شهبا وإعصارا. اللهم سلط عليهم ما خرج من الأرض وما نزل من السماء. اللهم اشدد وطأتك على اليهود والنصارى المعتدين، واشدد وطأتك على المنافقين وعلى من عاون الظالمين. يا قيوم السماوات والأراضين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج المؤمنين من بينهم سالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.